خلينا نبتدي اخبارنا وتفاصيل الاخبار. اتكلم مع حضراتكم بقى الخبر اولمبياد طوكيو وانتخابات الاتحادات والانديه. امبارح اللجنه الاولمبيه اصدرت تصريحات على لسان المهندس ياسر ادريس عضو مجلس اداره اللجنه الاولمبيه كمان رئيس اتحاد السباحه، اكد فيها على ضروره اقامه انتخابات الاتحادات في معادها وان مفيش مبرر لتاجيلها في العام الحالي بعد ما اصبحت مده الاتحادات 4 سنين وكمان دوره الالعاب الاولمبيه العام الجاري وان اقامتها مش هيكون ازمه لان عدد الجمعيه العموميه لمعظم الاتحادات مش كبير وممكن كمان يطبق او يتم تطبيق الاجراءات الاحترازيه وتعدي على خير وانما انتخابات الانديه ممكن يكون فيها دراسه. ده بقى الكلام وفقا للوضع العام وقرار الدوله لان عدد الجمعيه العموميه في الانديه طبعا كبير جدا مفيش مقارنه. النهارده في تصريحات صدرت من المهندس شريف العريان السكرتير العام للجنه الاولمبيه المصريه ورئيس اتحاد الخماسي الحديث بياكد فيها على ضروره اقامه انتخابات الاتحادات وان مفيش مبرر لتأجيلها وان مؤسسات الدوله المصريه نجحت في كتير من التحديات وتنظيم بطولات عالميه وتطبيق الاجراءات الاحترازيه وكمان الحديث عن تأجيل الانتخابات ملوش اي مبرر. كمان المهندس شريف العريان اتكلم في البيان قدام حضراتكم اتكلم النهارده عن دوره الالعاب الاولمبيه طوكيو وانها حتى الان في ميعادها والاستعدادات مستمره بنفس التركيز والاهتمام وان الاتحادات المصريه كمان واجهت ظروف صعبه جدا في الفتره الاخيره ورغم كده نجحت في تخطي المرحله دي بكل نجاح الحمد لله. ولكن خلينا نعرف